اتفق أهل العلم على أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر، ما دام الإنسان مسلما فإنه يصلى خلفه والصلاة صحيحة، لا فرق بين من يعتنق هذا المذهب وذاك المذهب. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر يصلون خلف الحجاج وقد ارتكب ما ارتكب من الموبقات، نعم. فالصلاة تصح خلف كل مسلم، لكن المسلم ينبغي له أن يتخير الإمام أو المسجد الذي يطمئن إليه قلبه ويحصل له معه الخشوع، لا أن يدخل المسجد ويصلي وراء إمام وقلبه ضغينة وشحناء عليه، هذا ما هذه صلاة لا تفيده. عليه أن يبحث على المسجد الذي يطمئن إليه يرى فيه أن إمامه وأن الناس الذين فيه من أهل الخير وأهل الصلاح، ويذكرونه بالله ويوقظون فيه يعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والخشوع والتذلل والاستكانة والإخلاص والبعد عن الشحناء وعن الخلاف وعن البغضاء، هذا اللي ينبغي المسلم أن يبحث عنه. لكن إذا لم يجد إلا مكانا كما ذكرت هو يعني لا يحبه ويكرهه، فإذا كان يأمن على نفسه معهم عليه أن يصلي في الجماعة، لأن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر. وإذا كان لا يأمن على نفسه في الخروج إلى المسجد معهم فهو في عفو، ويعد هذا من الأعذار التي تبيح له التخلف ويصلي في بيته.